مدرب الجولة في دوري نجوم كيومبي الجولة السادسة، ونشوف فهد ثاني من اختار وليش اختار. إذا مشاهدينا، أفضل مدرب يوكوفينيتش مدرب نادي الغرافة معانا فهد. بكل تأكيد يوكوفينيتش، احنا شفنا كذلك تشافي فوز مهم بنتيجة كبيرة 4، ونيبوشا كذلك في نفس الوقت عزز من مكانته، وكل مدربين الأمانة كانوا يعني متميزين في هذه الجولة، لكن نيبوشا طبعا فوز على نادي دحيل يعتبر من أقوى يوكوفينيتش بكل تأكيد، وفوز على نادي دحيل في هذه الجولة أعتقد أنه أعطى الجولة إثارة أكبر، وبكل تأكيد استطاع أنه هو يوظف الأدوات اللي موجودة عنده ويستغل نقاط الضعف في نادي دحيل. أصلاً أن الغرافة صار لها من 10 سنوات ما فازوا على دحيل، فترة طويلة جداً، وبالتالي أنا أعتقد أن هذا الفوز يعني يحسب للمدرب واللاعبين في نفس الوقت، والعمل المنظم في نادي الغرافة المستحق الأمانة في هذه المباراة الفوز بهذه النتيجة. نعم فهد نرجع.